أكثر من 13 مليار دولار هي حجم الاستثمارات الأجنبية التي خرجت من مصر منذ اندلاع الثورة، استثمارات خرجت لأسباب عديدة كان على رأسها حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي عاشتها مصر على مدى عام ونصف. ورغم قرب انتهاء المرحلة الانتقالية وانتخاب رئيس جديد لمصر، إلا أن وتيرة خروج الاستثمارات لم تتباطأ خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد إعلان شركة توتال الفرنسية الانسحاب من مشروع ضخم لإنتاج البتروكيماويات بقيمة 6 مليارات دولار بسبب ما وصفته بالاضطرابات السياسية والأمنية، وإن أكد البعض أن أسبابا أخرى كانت وراء قرار الشركة بالانسحاب من المشروع. أي مستثمر بيستثمر في أي مكان في العالم، أي دولة، مصر أو غيرها، بيهمه في المقام الأول الحفاظ على المبالغ المستثمرة، بيهمه في المقام الأول العائد على الاستثمار، بيهمه إنه المشروع اللي هو بيشتغل فيه أو اللي بيعمله يكون مستقر من ناحية إدارية، من ناحية عمال، من ناحية ضمان العائد. غير كده ما يقدرش أي واحد يجي يجازف بأي مبلغ عشان يستثمره في أي مكان في العالم لو المكان غير الدولة دي أو المكان ده غير مستقر. ما يقدرش النهاردة رأس المال معروف عنه الصفة العامة أنه هو رأس المال جبان، مش هيجازف بأموالي عشان في الآخر أنتهي إلى أن أنا بخسر كل مالي. وغير بعيد عن فكرة التخارج، جاء إعلان المجموعة المالية هيرمس مؤخرا عن صفقة الاندماج مع شركة كيو انفست القطرية. تلك الصفقة التي قيل إن هدفها الرئيس هو تكوين بنك استثمار رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، وإن أكد البعض أنها تمثل نوعا من التخارج بالنسبة لهيرمس من السوق المصرية. هو بالتأكيد تخارج، وبالتأكيد تخارج بشروط المشتري، لأن احنا شايفين أن الصفقة بتتم على الشركات التابعة لهيرمز مش على المجموعة المالية هيرمز القابضة اللي تمتلك هذه الشركات، وبالتالي ده واضح أنه تخارج. كمان هناك من ضمن شروط الصفقة أن هناك خيار بيع لمجموعة المالية هيرمز في الشركة اللي عملوها جديدة في قطر، لمجموعة مالية هيرمز قطر. مجموعة مالية هيرمز احنا عارفين أنها تمتلك 40% فيها، وكيو انفست تمتلك 60%. المجموعة المالية هيرمز ليها خيار بيع في ال 40% اللي تمتلكهم ب 165 مليون دولار. يعني إذن هناك خطة استراتيجية لهذا التخارج. ورغم تخارج وانسحاب العديد من الشركات من مصر خلال الآونة الأخيرة، إلا أن ثمة رؤى متفائلة تؤكد بأن هذه الاستثمارات يمكن أن تعود فور عودة الاستقرار السياسي والأمني، وشريطة وجود رؤية اقتصادية واضحة قد يحملها الرئيس المقبل لمصر يكون فيها جذب الاستثمار الأجنبي على قائمة الأولويات. يؤمن الكثيرون أن الرئيس المقبل لمصر لن يحمل عصا سحرية يعيد بها تلك الاستثمارات التي خرجت من مصر على مدى عام ونصف، ولكن ثمة آمالا بأن يستطيع هذا الرئيس إحداث استقرار سياسي واقتصادي وأمني يحول دون خروج المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. ياسين الجوهري، CNBC عربية.